المنتخب الوطني خاض تدريباته الجماعية امبارح في ثالث أيام المعسكر على ملعب الدفاع الجوي استعداداً لمواجهة السنغال بكرة في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. شهدت التدريبات مشاركة كل اللعيبة المنضمة للقائمة. محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني بيعمل جلسات مكثفة مع زمايله قبل مواجهة السنغال، وحذر صلاح اللعيبة من تناول أي مأكولات ومشروبات بره النظام الغذائي، خصوصا أن الحاجات دي بتؤثر بشكل كبير على مردود اللعيبة داخل الملعب. ومن ناحية تانية، الحاج ديوف أسطورة الكرة السنغالية قال إنه بيتمنى يشوف اللعب النظيف بين منتخب مصر ضد السنغال في المواجهتين الحاسمتين، وده لأن المباراة هتكون بين أفضل فرقتين في القارة الإفريقية. وقال كمان إنه مستني من اللاعبين السنغاليين والمصريين إنهم يأكدوا على الروح الرياضية في المباريات اللي زي دي. استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على برنامج التحضير الخاص بعد انتهاء فترة الراحة اللي حصل عليها الفريق خلال فترة توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في مباريات السنغال ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. وهيتضمن برنامج التحضير عودة الأهلي للتدريبات الجماعية على ملعب التتش مع بحث لعب مباراة ودية أو أكتر لتجهيز اللعيبة البدلاء زي علي لطفي ورامي ربيع وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكسوني. فاز لاعب وادي دجلة علي فرج ببطولة الجمهورية المفتوحة للسكواش بعد ما تغلب في المباراة النهائية على زميله في النادي كريم عبد الجواد بمجموع أشواط 3-2، وبكده بيحقق فرج البطولة الثالثة ليه في 2022 بعد ما سبق وتم تتويجه ببطولة أوبتاسيا للسكواش وبطولة هيوستن المفتوحة في الولايات المتحدة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طرح تذاكر مباريات كأس العالم عن طريق الشراء المباشر، وده في إطار بروتوكول تحديد مراحل بيع التذاكر على مدار الفترة الحالية وحتى انطلاق البطولة. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لباسانت وشاذلي عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك يا شاذلي.